بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. هو ده أول استفتاح سمكة ملطوشة اهي. سمكة حلوة، سمكة حلوة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ربنا يسهل، لو كلت معانا ساعة بالوضع ده تبقى 10 على 10. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، إن شاء الله استفتاح زي العسل. السمكة دي يا جماعة شكلها بيعبر عن طعمها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. العيد جالنا اهو بسلام وخلص بسلام. كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعل ايامنا كلها بركة. النهاردة ان شاء الله انا طالع تمسية كده على النبرية، عشان انا كنت مفعل هاشتاج اخبار الصيد على النبرية، فالهاشتاج اتفعل، فيجب بقى طبعا ان ما يكونش العملية فيها نصب ونطلع انا ايه نجرب لكم النبرية. بصوا، انا كده وصلت على كوبري المدير، ده اللي انا واقف عليه وبنعمل مقدمة من عليه. هنشرح لكم الطلعة بتاعتي زي ما هي، بخيرها بشرها. النبرية هي انا بقالي سنة ما جيتهاش، زي ما انتم شايفين هي اتحجرت. ربنا يسهل كده هنروح نستنضف مكان، يعني هتكون مواصفاته ان هو تكون الارض بتاعته ما فيهاش شعر، والافضل ان هي تكون ايه، تكون طينة. ماشي شباب، فربنا كريم وتابعونا. الحمد لله والشكر لله، اول استفتاح اللي ايه الفرده ضربت. طبعا انا عشان نقعد بالليل، هنغيرها بالليل تبقى الدنيا ايه بايظه، فغيرنا الفرده بس رشينا الغله الاول. بما انكم بقى معانا على الخير والشر، فلازم ايه تعيشوا معانا اللحظه. هو الدور بتاعها وقت اللي عند الحجرتين اللي فوق بعض دول، المخلة الحمراء دي انا رشيت الغلة وايه قلت نغير الفردة قبل ما السمكة تدخل الدور ان شاء الله. طبعا احنا بنشوف حاجات اكتر من كده والحمد لله، اهم حاجة السلام. طبعا يا شباب، انا بقالي بتاع سنة ما نزلتش على النبرية، فلما نزلت لقيت ان ايه جماعة الصيادين عاملين ادوار في وسط الحجارة، يعني الدور زي ما انتم شايفين وكده، هنوريه لكم دلوقتي. فانت بترمي الغله بتاعتك وبتقعد، بتلاقيه كده ايه هم حاطين سنات كده بالحجاره زي ما انتم شايفين، اللي هو على اليمين ده اللي هو قدام ورد النيل. بتاخد انت المرايه بتاعتك، بتاخدها في حضن الحجاره كده وبتنزل بقى ايه بتصطاد. هو انا في نقر معايا، يعني الى حد ما الميه مزولاني مخلياني منتبه للعيدان، مش قاعد كده ايه نتفرج على الريشه وخلاص، لا بنلاقي غمزه هنا بنلاقي كده. طبعا انا استفتحت بسمكه كفايه حلوه، فان شاء الله يكون وراها سمك كبير. وتابعونا بقى ان شاء الله، لو ظهر حاجه خشنه هنوريها لكم ان شاء الله، سواء تصوير مباشر او بعد ما طلعت. ادينا بنجرب ان شاء الله. انا نسيت الطوطه بتاعي، فعايز نعمل قهوه. جبت 3 حجاره كده وحطيت ايه تحت منهم حتة خرقة وكبيت عليها سبيرتو، عملت طوطة جميلة اهوت على الحجارة ان شاء الله تغلي بقى. وهنقول لكم لسه واخد خنيناية كف كده ان شاء الله مبطرخة، سمكة حلوة خالص عجبتني. بصوا يا جماعة، ما شاء الله الناس اللي كانت جنب مني علقت سمك كويس خالص ما شاء الله، سمك خشن. انا الدور ده كان جعان يعتبر مقفول، ما اشتغلش معايا، ولكن هو رضاني. مع العلم طبعا ان انا نازل على المية في يعني اذان العصر معايا يا جماعه، يعني هما كل الحكايه ساعتين صيد. فانا شايف ان النبريه الوصله بتاعت كوبري المدير واصله كويسه خالص دلوقتي، يعني اللي عايز ينزل يصطاد يتوكل على الله، والقعده فخامه الفخامه. ربنا يحفظكم يا رب ويغنمكم السلامة. كان معكم أخوكم سامح الخالقة من أوقات رحالة، تحياتي ليكم. ما تنسوش بس تدعمونا بلايك لو الفيديو عجبكم، ولو حاسين إن احنا قدرنا نقدم لكم حاجة مفيدة. تحياتي ليكم، وانتظرونا إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله.